بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انتهينا من انواع البيرنج واتكلمنا عن كل نوع، فضلنا الجزء العملي جدا في الموضوع واللي يهم كل الناس اللي بتعامل في الصيانة، الا وهو ماونتينج اند ديسماونتينج، اللي هو الشغل الفعلي في الموقع، ثكب والتركيب. والأهمية دايما مش في التركيب بس، لأن الفك مهم، لأن الفك لو بلية مكسورة فبيديني انديكيشن هي اتكسرت ليه، وبيعرفني اركب صح ازاي تاني، ولو هركبها تاني احتمال ان البلية دي تركب هي هي تاني، فلازم اركبها بطريقة ما تأثرش عليها انها تبوظ عشان اقدر اركبها. فأول خطوة عندنا في الفك والتركيب mounting dismounting، ايه هو الاشياء او الحاجات اللي اجهزها قبل ما افك او اركب. فبداية لو أنا عندي شغلانة فيها بيرنج، لازم أجهز لستة بالتولز اللي هحتاجها كلها، الإكويبمنت اللي هحتاجها، الفورم الورق أو الجداول اللي هحتاج أملاها أو هستعين بيها، الدروينج بتاع المعدة، لازم أبقى حددت نوع البلية دي وقعدت قريت كويس أوي خطوات أو طريقة فكها وتركيبها، المعدات بتاعتي كلها تبقى نظيفة، العمود الهاوسينج البيرنج السيل كل ده يبقى نظيف، وارفع قياساته واعرف مقاساته كام بالظبط. ان كل القياسات اللي رفعتها عن العمود او عن الهاوسينج او عن البيرنج اتاكد ان هي مطابقة للستاندر الموجود في الجدول اللي مديهولي المورد بتاع البلية او بتاع العمود او بتاع الهاوسنج، لان وارد ان يكون الهاوسنج ده حصل له ديفورميشن او العمود يكون قطره قل، فده شيء وارد جدا، فلازم اكون اتأكد من كل قطعة هركبها انها مطابقة للرقم اللي في الستاندر او في اللي في الدرون. دايما الناس ما تتعلمش ان دايما تاخد رقم البلية من البلية اللي كانت راكبة، لان وارد جدا البلية اللي كانت راكبة تكون راكبة غلط، فدايما اقارن رقم البلية بالدرون، هو ده الاساس وليس اللي راكب. وارد يكون اللي ركب سافكس غلط او نوع غلط، وعلشان كده البلية دي باظت، فلازم اتاكد من الدرون. لازم البلية اللي انا هركبها جديدة اتأكد انها equivalent للبلية اللي موجودة، ممكن يختلف الشركة، فاتأكد ان السافكس هنا مكافئ للسافكس اللي انا هركبه الجديد بالظبط، كل ده قبل ما بتترك. طيب وانا بركب خلاص، لازم ابقى عيني لماحة جدا لأي منظر غريب يظهر في العمود او في الهاوسنج او في البلية، اي لون موجود، اي سكراتش، اي نوتش صغيرة، لان دي ممكن تكون دليل ليا ايه اللي حصل لما البلية دي باظت ليه. الكلام ده وانا بفك طبعا وقبل ما انضف. طيب هنبتدي نتكلم ايه هو البيرنج فيت. من ضمن الحاجات لازم نعرف البيرنج فيت، عندنا الاوتر ريس او الانر ريس او الاوتر ريس. الانر ريس دايما بيحصل له فيتنج في العمود، والاوتر ريس بيحصل له فيتنج في الهاوسنج. طيب الحركة الفعلية بتاعتنا بتحصل ما بين الاوتر ريس اللي هو الهاوسنج، نعتبر جزء من الهاوسنج، والانر ريس اللي هو الشافت، وفي النص بيفصلوا عن بعض الرولينج اليمنت. فبالطريقه دي بحمي العمود وبحمي الهاوسنج من الوير وبتحمله البيرنج نفسه. اسلوب تركيب
الانر ريز او الاوتر ريز على الهاوسنج او على الشافت ده بنسميه الفيتس، اللي هو نسبه الشحت بالدرجه، باللغه الدرجه شويه. عندنا ثلاث انواع: تايت فيت اللي هو الانترفيرنس اللي هو بستحمله في الاحمال العاليه شويه، ان يبقى في شرينك فيت ما بين العمود وما بين الانرنج، وفي الترانزنت فيت او الرننج اللي هو الشحط اقل شويه، وفي اللوز فيت اللي هو الكليرانس اللي هو مفيش نسبه انترفيرنس خالص ما بين البيرنج والانرنج او الاوتر. اختيار عمليه نوع الفت او درجه الفت فتن او الشحن بتعتمد عليه، بتعتمد على ظروف تشغيل الماكينه دي، تشتغل في درجه حراره عامله ايه، اللودز المتعرض ليها البيرنج ده هو ايه، اللود اللي عندي قيمته واتجاهه محتاج فورس قد ايه تمسك البيرنج ده على العمود وعلى الشافت وعلى الهاوسنج، السرعة بتاعتي، درجة الحرارة، البيرنج اللي أنا بركبه ده الكليرانس بتاعه قد إيه قبل ما يركب، ولو ركبته بشحط عالي الكليرانس ده هيقل طبعا، فبناء عليه ممكن يسخن ويتكسر، فلازم أنا يبقى اختيار الفيت له علاقة بالإنترنال كليرانس بتاع البيرنج. فلو بصينا مثلا على الشمال هنلاحظ عندنا لو عندنا عمود في معدة وراكب عليه بيرنج، العمود ده لو احنا شايفين هيبقى ورم هيسخن نتيجة الفلويد أو نتيجة الدوران، فلما هيسخن هيسخن الانر رينج بتاع البيرنج، الانر رينج لما يسخن هيتمدد فيبدأ يقلل الانترنال كليرانس ما بين الانر رينج وما بين الرولينج اليمنت، ونتيجة ان الاوتر ريز بعيد شوية فهيبرد، فبناء عليه اللي هيحصل للبليه دي ان الكليرانس ما بين الانر رينج والرولينج اليمنت والاوتر رينج هيقل جدا، الكليرانس ده لو قل عن نسبه معينه تمنع عمليه اللوبريكيشن البليه دي تفلير يحصل لها عمليه دامج. فيبقى عندنا هنا اعتماد على درجه حراره ضروري جدا في اختيار نوع الفيت. عندنا كمان زي ما بنقول ان الانترنال كليرنس بيقل، لو بصينا على اليمين هنلاحظ ان قبل عمليه الفيتنج الماونتنج الكليرنس عندي اكبر، لكن بعد عمليه الفيتنج الكليرنس بتاع البلي هيقل. طيب يبقى ده اول شيء درجه الحراره. طب اتجاه اللود بيأثر في ايه عندي في عمليه الفيتنج؟ يأثر تأثير كبير جدا في عمليه السلكشن. فلو بصينا في الجدول اللي قدامنا، لو بصينا في اول رسمه هنلاحظ ان عندنا بليه لكن عليها استاتيك لود، اللود بتاعنا ثابت في اتجاه واحد ونفترض اللي هو لتحت زي ما احنا شايفين، لكن اللود ثابت على الانر رينج زي ما احنا شايفين لتحت، يبقى عندنا في الحاله دي والانر رينج بيلف والاوتر رينج ثابت. طيب يبقى مين فيهم متعرض لان هو بيشيل لود اللي هو الانر رينج؟ في الحاله دي هنلاحظ ان الانر رينج معمول له عمليه فيت تايت فيت لان الانر رينج هو اللي شايل اللود بتاعه. لو جينا والاوتر رينج في الحاله دي برضو هيبقى لوز لان الاوتر رينج ثابت ما بيلفش ومش متعرض للود انه يحاول يشيله من مكانه، بل بالعكس اللود في الحاله دي بيثبته في مكانه. لو جينا شفنا الحاله الثانيه اللي هو unbalanced load اللي هو عندي لود دوار بيتغير مع بيدور مع البليه لكنه تاثيره كله اللود بتاعه جاي على الاوتر رينج، فمعنى كده ان الاوتر رينج هو اللي بيلف والانر رينج هو اللي ثابت واللود بيلف مع الاوتر رينج. فالانر رينج نقول تاني الانر رينج ثابت الاوتر رينج بيلف اللود بيلف مع الاوتر رينج، يبقى عندي في الحاله
الحالة دي اخلي ال inner ring ال inner ring tight fit وال outer ring loose fit. الحالة التالتة هنقول ان اللود عندي ثابت على الانر لكن الاوتر هو اللي بيلف، الاوتر رينج هو اللي بيلف، فعندنا الاوتر رينج هو اللي بيلف واللود ثابت في اتجاه واحد على الانر. الحالة دي اخلي الانر رينج لوس فيت والاوتر رينج هي اللي تايت فيت، لان الاوتر رينج في الحالة دي هي اللي معرضة تسيب الهاوسنج. لو قلنا unbalanced load على الانر رينج والانر رينج هو اللي بيلف والاوتر رينج هو اللي ثابت كذلك، فده الستاندر بتاع المصنعين بتاع البيرينج اللي بيقول لك لما اتعرض لللود ده اعمل. كل واحده من اللي احنا شفناهم دول ليها انيميشن. لو بصينا اول واحده زي ما قلنا اللود ثابت على الانر رينج والاوتر رينج هو اللي بيتحرك، او تانية اللود ثابت على الاوتر رينج والاوتر رينج هو اللي بيتحرك والانر رينج هو اللي ثابت، او الحالة التالتة ان الانر رينج هو اللي بيلف لكن اللود ثابت على الانر رينج والاوتر رينج ثابت. الحالة الرابعة ان اللود ثابت على الانر رينج والانر رينج بتتحرك كمان والاوتر رينج ثابت. قلنا كمان ان الارينجمنت بتاع البيرنج تفرض عليا نوع هل انا هركب البيرنج ده كفيكسد بيرنج ولا فلوتنج بيرنج، او بمعنى هل هو لوكيتنج بيرنج او نون لوكيتنج بيرنج. فالوضع ده هيفرض عليا اخلي البيرنج ده نوع الفت بتاعه على العمود او على الهاوس. ايه معنى كلمة floating bearing fixed bearing؟ fixed bearing يعني ال inner ring ثابت على العمود وال outer ring ثابت على ال housing، مفيش نسبة حركة خالص. ال floating bearing يبقى عندي اول حالة زي ما احنا شايفين انه يكون عندي deep groove ball bearing، ال outer ring متحرك سلايد على الهاوسنج لكن الانر رينج ثابت على العمود، فبمعنى كده ان البلية كلها تقدر تتحرك على الهاوسنج من بره. الحالة التانية يبقى عندي الفيكسد بيرنج عبارة عن ديب جروف بول بيرنج مثبت تماما، لكن الاوتر لكن الفلوتنج بيرنج هو عبارة عن سلندريكال رولر بيرنج، واحنا اتكلمنا ان الانر يقدر يتحرك بره الاوتر بحرية. ففي الحالة دي الحركة اصبحت ريلاتيف ما بين الانر رينج وما بين الرولينج رينج. الحالة التالتة ان يبقى الفيكسد بيرنج ديب جرو انجولار كونتاكت بول بيرنج، زي احنا شايفين باك تو باك اور او لو ممكن يكون فيس تو فيس او تندم، ويبقى الفلوتنج بتاعنا او الفلوتنج بيرنج عبارة عن ديب جرو بول بيرنج لكنه مثبت على العمود وبيتحرك ريلاتيف تو الهاوس. فيكسد بيرنج ممكن يكون عندي بيرنج اعلى شوية كمان زي ما احنا شايفين اللي هو سلندريكال او تيبر، ويكون الفلوتنج سلندريكال رولر بيرنج زي ما احنا قلنا. زي ما احنا شايفين في كل حالة من الحالات دي يا اما الحركة بتبقى بحط بيرنج في الفلوتنج بيتزحلق على الهاوسنج ريليتيف للهاوسنج، او بحط بيرنج سيبريتابل هو نفسه بيتزحلق بالنسبه لبعضه. زي ما احنا شايفين كل دي حالات ممكن طبعا نبص عليها بمنتهى البساطه ونراجعها واحد واحد، مش هنضيع وقت في الكلام فيها لان مش محتاجة شرح قوي. طيب ايه هو اصلا احنا خلصنا الفيتس
طب ايه درجات الفيتس ونعرفه ازاي؟ لو بصينا كده قدامنا من الشمال ده عبارة عن بيرنج، اللي تحت هو عبارة عن الانر ريس، واللي فوق هو الاوتر ريس. الخط الاولاني اللي هو معلهوش 0 بلس اور ماينس، ده الخط الستاندر اللي بتيجي البليه بيه. لو افترضنا ان القطر ده 100، فيبقى ده ال100 نومينال سايز، نومينال دايمتر. الخط التاني هو الرينج اللي انا بلعب فيه بلس اور ماينس، يعني المورد بيقول لي ان البليه دي بتجي لك القطر الخارجي بتاعها 100 ماينس 30، يعني مثلا فرضا 30 ميكرون، يعني البلية دي ممكن تجي لي 100 أو 100 إلا 30 ميكرون، وكذلك في الإنر. فعندنا كل حرف من دول لما نخش بيه الجدول يديني رقم بالميكرون أضيفه أو أشيله من القطر بتاع البلية نفسه، أو فيديني البلية بتاعتي الرينج بتاعها لو ما تجيلي وقيسها تطلع من كام لكام. شوف شكل أوضح شوية. كلاس الأسفل نفس الشيء، لو بصينا تحت هنلاقي الشافت دامبر وعليه الانر رينج بتاع البلية، وبعدين رولينج إليمنت، وبعدين الأوتر رينج، وبعدين الهاوس. فلو اتكلمنا على النص اللي تحت اللي هو الشافت دامبر، لاحظ عندنا ان اللون الاصفر قلنا ان هو اللوز فيت. اللوز فيت يعني ان البليه دي القطر بتاعها دايما في الانر رينج بتاعها القطر بتاعه اكبر من قطر العمود. يعني لو افترضنا ان العمود ده 100 اكيوريت 100، يبقى البليه دي عباره عن فرضا 100 مليمتر و 2% من الملي، فال2% عبارة عن اللوز فيت. ممكن يبقى عندي الدرجة التانية من الفيت اللي هي ترانزنت فيت، اللي هو فيت لكن خفيف، مجرد بيستعملوا اللود الخفيف. اللي ممكن نقول ان فرضا ان الشافت ده 100 اكيوريت، لكن البلية دي عبارة عن 100 مليمتر إلا 1% من المليمتر، يبقى عندي الفرق ما بينهم 1% من المليمتر، فتقوم البلية دي تتداخل داخل جزيئات الشافت بمقدار 1% من المليمتر. عندنا الحالة التالتة اللي هي التايت فيت، اللي هو فرضا إن العمود ده 100 قطره 100 مليمتر، البلية بتاعتنا الانر رينج بتاعها عبارة عن 100 مليمتر إلا 5% من المليمتر، بمعنى إن جزيئات البيرينج تتداخل مع جزيئات الشاف 5% مليمتر. فده شحط. كذلك نفس الوضع في الأوتريز، يعني الفيتس بتاعنا هو معنى تداخل الجزيئات مع تلاحم جزيئات الشافت مع البيرينج أو الهاوسينج مع. شكراً.